فقد كاع الإبل، والمسلمون في المدينة ما عارفين شنو واقع. فهاد اللحظة هاد الحادثة غيشوفها أو غيشهد عليها واحد الغلام صغير اللي غيمشي تيجري للمدينة باش يخبر رسول الله بهذا الأمر. وشاف واحد الصحابي سلمة بن الأكوع اللي كان عدى كيجري بسرعة البرق. لما سمع الخبر غادي يمشي للمدينة للأعلى بنيان وبدا تيغوت، يا صباحاه يا صباحاه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مع الحبيب. ما كرهتش أنه أي واحد متبعني أو لا أي واحد شاف هذه الحلقة أنه يشجعني بالضغط على زر الإعجاب اللي ما غادي يكلفكم حتى شي مجهود. خلينا ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. خدينا هالبارح فاش مولانا غادي يصفت المشركين جندي من جنوده اللي هو الريح، واللي كان كلكم بدون استثناء عندكم جواب صحيح في السؤال ديالو. ارجعوا هاد الاحزاب في حالهم ونصر الله المؤمنين ليدوزوا ايام صعيبه وعصيبه، خوف وجوع وعطش وبرد، كل شيء غادي يعيا من الحفر ديال الخندق وحراسه المدينه. فوق من هاد الشيء اليهود غادي يكسروا داك العهد ديالهم اللي خلات المؤمنين انهم يتزعزعوا، ولكن سالت هاد الايام ورجع كل واحد بلاصتو. وجا رسول الله لبيتو عند سلامة بغى يحط صلاحه، وجاه جبريل سيد الملائكة وقال ليه يا رسول الله شنو كدير؟ قال ليه غادي نحط سلاحي ديال الحرب لأنها سالت. قال ليه جبريل عليه السلام أما نحن الملائكة فلن نضع أسلحتنا، يعني الحرب عندنا راه مازال ما سالتش، سير عند بني قريضة وحنا غادي نسبقوك لعندها، غادي نزلزلوا الأقدام ديالهم وغادي نقذفوا الرعب في قلوبهم حيتاش خلفوا العهد في أصعب وقت كنتو نتوما محتاجينه. فعلا رسول الله غادي يخرج وبدا كيعيط على الناس، أيها الناس لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة، يلا سالوا غزوة وغيبدأ واحدة أخرى. كل شي تيقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل واحد فيهم غادي يهز السلاح ديالو ومشاو مباشرة لبني قريضة. سبقتهم الملائكة ورسول الله وتوجهوا المؤمنين والسرايا ديالهم وهزي الأسلحة ديالهم. في طريقهم غادي تغرب الشمس ورسول الله خبرهم باللي أنه حتى شي حد فيهم ما يصلي العصر إلا في بني قريضة. وهنا غادي يختلفوا الصحابة، شنو نديرو؟ واش نطبقوا الأمر ظاهريا ديال الصلاة أو لا نطبقوا شنو قال رسول الله أننا ما نصليو إلا هناك؟ قال بعضهم بلي أنه نلتزم بالحديث بالنص ديالو، يعني ما نصليوش العصر إلا في بني قريضة ولو غربت الشمس. فعلا جزء من المؤمنين ما صلوا العصر حتى وقت العشاء، أما الجزء الآخر قالوا إنما رسول الله بغى يتعجلنا باش أننا نصليو العصر ونمشيو. لكن لما وصلوا لرسول الله أقر هؤلاء وأيد هؤلاء، يعني ما عنف على حتى شي حد. الفهم كيختلف والمدارك والاجتهادات، ولكن الأهم أنه القلوب ما تختلفش. فجيوش المسلمين غادي يوصلوا عند بني قريضة وحطوا الحصن ديالهم تما. بني قريضة تخلعوا من 3000 الجيش. غادي صفت كعب بن أسد لهم بلي أنه ما عندكم إلا 3 ديال الأمور، يا إما أنكم تدخلوا في دين محمد وتنجوا من هذا الشيء، أو لا تقتلوا عيالاتكم وولادكم بيديكم وتمشوا تقاتلوا محمد وتغلبوا وتغلبوا. أما الثالثة أنكم تقاتلوا نهار السبت فشي أمنكم فيه وكان حرم الله فيه القتال. قالوا ليه ما غنجاوبكش على هاد الثلاثة. فخافوا بني قريضة وهم صفتوا لرسول الله بلي أنه صفت لنا رجل من الحلفاء ديالنا، وكانوا الحلفاء ديالهم من الأوس. قالوا ليهم بغينا أبو لبابة نتفاوضوا معاه ونعرفوا شنو بغيتي. سول رسول الله فين هو أبو لبابة؟ قالوا ليه ها هو. قال ليه سير عندهم ويقول ليه حكم رسول الله فيهم. لما اقترب أبو لبابة من الحصن غادي يخرجوا ليه العيالات والولاد اللي كانوا تيبكيو وبينوا ليه الخوف والحزن ديالهم، والمسلمين عارفين حكم الله في هؤلاء. قال لي سير عندهم وقول لهم الحكم ديالي فيهم. لما وصل أبو لبابة عندهم قالوا ليه شنو بالك؟ قال لي غادي تنزلوا عند الحكم ديال رسول الله. شنو هو الحكم ديال رسول الله؟ ما جاوبهمش ولكن أشار لهم بالذبح كأنه فشى واحد السر. لما علم أبو لبابة أنه قال واحد كلام لي ما كانش خاصه يقوله ما قدرش يرجع لرسول الله، وخاف وحزن وندم ومشى مباشرة للمسجد الحبيب في المدينة وربط راسه بالجذع في المسجد وقال والله ما غادي نفك هذا الرباط ديالي حتى يدل لي رسول الله ويعفو عليا. هنا غادي يوصل الخبر لرسول الله شنو دار أبو لبابة وقال أما إنه لو جاء إلي لاستغفرت له، ولكنه لما دار بحال هكا يتسنى حكم الله فيه. اليهود غادي يصفتوا لرسول الله شنو هو الحكم ديالك فينا؟ الحكم هو أنه غنحكم فيكم بقتل الرجال،
قالوا لي بغينا رجال من حلفائنا يحكم فينا. وجات الأوس عند رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إن بنو قينقاع قد فعلت فيهم ما فعلت، وهم حلفاء الخزرج، أما بنو قريضة فهم حلفاؤنا. قال لهم: أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا له: نعم. قال لهم: الحكم لسعد بن معاذ. ورضوا الأوس بهذا القرار أو بهذا الحكم، وحتى اليهود قالوا: هو خليفة عندنا، غادي يرحمنا. غادي يصيفطوا لسعد بن معاذ اللي ما جاش حيتاش كان تصاب بسهم وباقي مازال كان تينزف، غادي يركب الحمار ديالو وجابه. أما الأوس كانوا على اليسار ديالو تيقولوا ليه: يا سعد، أحسن وأجمل في حلفائنا، يعني في بنو قريضة. وكان سعد من الأوس، فإذا به غادي يشوف فيهم وقال: أنا لسعد بن معاذ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمعوا الأوس بهذا الأمر مشوا بلادهم وديورهم ينعون بني قريضة، وعرفوا شنو غادي يحكم سعد بن معاذ. غادي يوصل هذا الأخير عند رسول الله وكان جريح، وقال رسول الله لصحابه: قوموا لسيدكم فأنزلوه. لما نزلوا قالوا له الناس: اليهود نزلوا عند حكمك يا سعد، زعما رضوا بالحكم ديالك. قال لهم: وهل حكمي فيهم نافذ؟ قالوا له: نعم. قال: وهل حكمي على المسلمين نافذ؟ قالوا له: نعم. شاف رسول الله بكل أدب وأخلاق وقال: وعلى من ها هنا؟ كان تقصد زعما واش تعلى رسول الله. قال لي الحبيب: نعم، حتى علي نافذ. قال سعد بن معاذ: أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى ذاريتهم وتقسم أموالهم. قال الحبيب: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا هو حكم مولانا في بني قريضة اللي غدروا برسول الله وبصحابه وخالفوا العهد في أصعب المواقف واللي كادوا المكائد الفترة اللي كانت طويلة. فعلا غادي تنفذ فيهم هذا الحكم ديال مولانا إلا واحد الفرقة منهم اللي غادي تدخل للإسلام وعفى عليهم، ولما لقاهم تيخبيو ثروات مع السلاح باش أنهم يخضروا برسول الله غادي يقسم فلوسهم، وقتل رجالهم وسبيت النساء ديالهم، ورسول الله غادي يقضي على أكبر خطر اللي هما بنو قريضة. من بعد ما سعد حكم عليهم غادي يزيد الجرح ديالو، وكان في مسجد رسول الله وسالي الدم وقبض مولانا روحه. من بعد ما مات سعد بن معاذ قال رسول الله: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لما هزوه في الجنازه باش يدفنوه قالوا الناس ان الجنازه ديالو كانت خفيفه. قال رسول الله: بلانه الملائكه هزته معكم، وهي بنفسها شيعته مع المؤمنين، ودفن بطل من الابطال واللي هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. من بعد ما رسول الله قضاو على بني قريضة، السدي الليلات أبو لبابة ربط راسه في ذاك الجدح في مسجد رسول الله. السدي الليالي ما كيحلش الوثاق ديالو إلا إذا جات مرسو باش أنه يصلي أو لا يقضي الحوائج ديالو، وتعود تربطه من جديد. هكذا كان كيعذب راسه حيتاش خطأ في حق مولانا وفي حق رسول الله. كان رسول الله في بيت أم سلامة وشافت رسول الله ضاحكا بالليل، وقالت له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال لها: قد أنزل الله توبة أبي لبابة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. مشوا الناس كيحلوا الوثاق ديالو، وقال لهم: لا والله، حتى شي حد ما يحل الوثاق ديالي إلا رسول الله. فعلا رسول الله صلى الصبح وحل الوثاق ديال أبي لبابة وتابع ليه. أبي حطي كان من أكابر المجرمين، غادي يستأذنوا الخزرج رسول الله باش أنهم يقتلوه، ومشوا خمسة من الرجال ديالها بإذن من مولانا الخيبر باش يقتصوا من هذا الرجل الخبيث واللي كان على رأسهم واحد الصحابي اللي سميته ابن عتيك. مشاو حتى وصلوا الحسن تاع أبي رافع، فإذا ابن عتيك اللي من الخزرج غادي يقول لصحابه: بقاو هنا حتى يطيح الظلام وغادي يتسللوا لداخل. غادي يدخل رافع للداخل ديال الحسن وتيقول: وصيت البيت المجرم اليهودي أبي الرافع. كانوا الناس عنده تسنيت حتى خرجوا في حالهم. وصلت لبيته حليت الباب في الظلام حتى وصلت للغرفة ديالو، ولكن الظلام وما عرفش فين هو، وأنا نغوت: يا أبا رافع. قال: من؟ ديك الساعة ضربته بالسيف ولكن ما جاتش فيه الضربة، وغوت وخرجت من البيت وبدا كيغوت مرة أخرى، وتسنيت واحد شوية حتى تهدنات الأوضاع، رجعت لعنده وقلت له: من كتغوت يا أبا رافع؟ كنت كنقلب غير على صوته، كان الظلام ما كانش كيشوفني. قال: رجل بالبيت غادي يضربني بالسيف، وعرفت بلاصتو في وسط هذاك الظلام، وضربته المره الاولى والمره الثانيه حتى تيقنت باللي انني قتلته. خرج من عنده قبل ما يعيق بيا شي حد، وانا نازل من الدريجات غادي نطيح وتسرسات لي رجلي. تسنيت في واحد الزاويه في الحسن وما خرجت حتى الصباح باش نطمئن على الموت ديالو. لما صاح الديك سمعت الناعي تيقول: انعي اليكم ابا الرافع تاجر الحجاز مات. في هذه اللحظه تأكد
تأكدت من الهلاك ديالو وخرجت عند صحابي وأنا كان عرج. هزوني ودوني لعند رسول الله وبشرته فرحي عليه السلام، دعا ليا ومسح على رجلي، وولات كأنها لم يكن بها شيء، وتطفات نار اليهود بمقتل هذا الخبيث. من بعد غادي يصيفط رسول الله السرى يتأدب القبائل اللي كتعرض للمسلمين أو للقوافل ديالهم. واحد السارية كان صيفطها سيدنا رسول الله بقيادة محمد بن مسلمة، هذاك البطل الشجاع، فإذا به غادي يمشي بها لواحد القرية من القرى وغادي يغزوهم ويهزموهم. ورجع لعندو رسول الله بالغنائم، وكان عنده أسير اللي سميتو ثمامة بن أثاب سيد بن حنيفة. غادي ياخذو لرسول الله وأمر الحابي باش أنه يتربط في سارية بالمسجد. بغى رسول الله هاد خينة باش أنه يشوف المسلمين شنو تيديروا مع رسول الله وكيفاش تيصليو وكيفاش هما مؤدبين والتفاصيل ديال الإسلام، أمور اللي عمر ما شاف بحالها هاد ثمامة. كان كل نهار تيجي رسول الله لعند هاد الرجل اللي كان مربوط في سارية المسجد وكيسولو كيف أنت يا ثمامة، شنو عندك؟ تيقول لي عندي خير يا محمد، تقتل ذا دم، زعما القوم ديالي غيطلبوا بالدم ديالي وياخذوا الثأر بدمي. مازال حاسب لأنه القوم ديالو قادر أنه يواجه الإسلام والمسلمين. خلى رسول الله ويقول أن تقتل تقتل ذا دم، وأن تنعم تنعم على شاكر، زعما رجل اللي غادي يشكر لك الأنعام ديالك. وإذا بغيتي مالا سال تعطى، حيت هاد ثمامة كان سيد القوم ديالو، كان عند باله أنه رسول الله بغى الفلوس، ولكن رسول الله ما بغى حتى شي مال من عند حتى شي واحد. خلى رسول الله هو تيشوف الناس كيصليو وتيسجدوا وتيركعوا، وتعمد رسول الله باش انه يربطو تما باش يشوف العباده ديال المسلمين واخلاقهم. غير جا عندو رسول الله في اليوم الثاني وسولو شنو قلتي يا ثمامه، غادي يعاود لي نفس الجمله، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، واذا بغيتي المال نعطيوه لك. المهم غادي يخليه رسول الله النهار الثالث وعاود سولو وغادي يجاوبو بنفس الجواب، والو هاد ثمامه ما قدرش يتاثر. قال رسول الله لصحابو طلقوا ثمامه وفكوا القيد ديالو وطلقوا سراحو. فعلا غادي يخرج من المدينه ومشى من مورا واحد الشجره، اغتسل ورجع للمدينة مرة أخرى وهو تيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا لي شنو منعك حتى ما قلتيهاش وانت في المسجد عند رسول الله؟ قال لهم باش ما يظنوش الناس بلي أنني قلتها من أجل أنني نتحرر. غادي يسلم وحسن إسلامه ورجع لمكة، وقالت لي قريش أصبأت يا ثمامة؟ قال لهم بل أسلمت لله رب العالمين وأمنت برسوله. قال قريش والله ما غتوصلكمش حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله. وفعلا غادي حصرهم واحد المدة طويلة حتى مشاو عند رسول الله كيستنجدوا به. أيه كفار قريش مشاو عند رسول الله بغاو باش أنه يتدخل ويدوي مع ثمامة باش أنه يسمح لهم ويصدر لهم الحنطة مرة أخرى. صفت نبي الله ثمامة على وديت قريش وقال لهم بلي أنه أعطيهم شنو بغاو من الحنطة. وهكذا صفت رسول الله سرايا كتسكت أي واحد بغى الشر أو للمكيدة بالمسلمين ولا بالإسلام. كانت لرسول الله واحد الإبل اللي كانت كترعى في واحد المكان اللي كان عامر بالشجر واللي سميتو الغابة. غادي يشوف هذا الأمر واحد من المشركين سميتو عيين بن حصن، غادي يجمع فرسان ليه باش ياخذ الإبل تاع رسول الله. غادي يتسلل في الغفلة ومشى للراعي نتاع رسول الله وقتلو وسبى مرتو وخذ كاع الإبل. والمسلمون في المدينة ما عارفينش شنو واقع. فهاد اللحظة هاد الحادثة غيشوفها أو غيشهد عليها واحد الغلام صغير اللي غيمشي تيجري للمدينة باش يخبر رسول الله بهذا الأمر. وشاف واحد الصحابي سلمة بن الأكوع اللي كان عدى كيجري بسرعة البرق. لما سمع الخبر غادي يمشي للمدينة لأعلى بنيان وبدا تيغوت يا صباحاه يا صباحاه، حتى تجمعوا الناس وقال لهم الخبر. فإذا برسول الله غيستنكر الناس للجهاد مرة أخرى في سبيل الله، غادي ياخذوا سلاحهم وغادي يستعدوا للقتال مرة أخرى. كيفاش يتجرؤوا المشركون أنهم يغزوا أموال المسلمين ويقتلوا شي مسلم؟ مشاو الناس هزوا سلاحهم وسلامة بما انه عداء ما تسنى حتى شي واحد اخر، غادي ياخذ القوس ديالو والنبل ديالو وبدا كيجري. اصلا ما كانش هو محتاج لشي فارس لانه كان اسرع من الفارس. تخيلوا في المسلمون الاول واحد اللي استعد للقتال هو المقداد بن عامر اللي غيعطيه رسول الله اللواء وقال ليه خذ وسير مع الناس وجدو وسربي باش انك تدركهم وحنا غادي نجيو نخلطوا عليكم. رسول الله كان مع الناس والصحابه واولهم سلامه اللي غادي يجري يلحق على هذه الفرقه اللي وصل ليها وكانت مقيده للابل ديال النبي. لما وصل لهم خدا مكان اللي بدا منه تيرمي عليهم النبل وتيقول خذها وأنا ابن الأكوع
واليوم يوم الرضع، يعني اليوم هو اليوم اللي كيتبين فيه من رضعته امه والقوه ديال البنيه ديالو. هما غيدوروا ما غادي يبان لهم حتى شي حد من غير راجل واحد، غيتراجعوا وغادي يتبعوه بالخيول ديالهم، ولكن ما قدروش يلحقوا عليه. فاش خبر عليهم غيرجعوا عاوتاني تيقيدوا دوك الابل. كل ما هما تراجعوا كيتراجع سلامه، كل ما هربوا تتبعهم سلامه، حتى غادي ياخرهم رجل واحد اللي هو سلامه بن الاكوع. هب لهاد الفرسان ديال المشركين حتى غادي يلحقوا عليه الصحابه. المقداد ومع الفرسان ديالو وصلوا للابل في واحد المنطقه اللي سميتها ذي قرد. داكشي باش كتسمى هاد الغزوه بغزوه الغابه او لا ذي قرد. المسلمين غادي يقضيو عليهم، منهم اللي هرب منهم اللي تقتلوا، واسترجعوا الابل ديال رسول الله. الموصل الحبيب عند الصحابه فرح وكبروا في هاد الغزوه الصغيره اللي ما كانوش اصلا مستعدين ليها، ولكن المسلمين كيف وصفهم مولانا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رسول الله غادي يعطي كل واحد من الصحابه واحد السهم من داكشي اللي خلفوه هذوك الفرسان من الرحام والسهام، الا سلامه غيعطي رسول الله سهمين، سهم رجل اللي كيمشي وسهم راكب، حيتاش ادى زوج ديال الامور وهو بوحدو. حتى قال رسول الله: خير فرساننا فداك اليوم ابو قتاده، وخير رجالنا اليوم سلامه بن الاكوع. وكانت هذه الغزوه الصغيره اللي ما كانوش مستعدين لها المسلمين ايضا غادي تبين للعرب قوه الحبيب والصحابه والمسلمين والاسلام. وهذه هي كانت حلقتنا الليله. اما سؤالنا اليوم هو: شنو اسم اسرع فارس او لا اسرع عداء في العالم اللي كان اسرع من الخيل؟ ليومنا هذا ما كاينش شي واحد اللي كان اسرع منه. خليو لي تعليقكم لتحت راني كنشوفها. دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش انكم تشجعوني بالضغط زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي حاجه، لانه هذا الامر غادي يخلي هذا المحتوى يبان عند ناس وحد اخرين ونديو الاجر مع الجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو غدا في نفس الوقيته. سلام سلام.